من بعد انقطاع كلش طويل رجعت لكم بفيديوهات راح تكون مخصصة على السيرجري، بما انه كلش هواي رتوها من عندي على مود الامتحان الوزاري، وان شاء الله افيدكم ولو معلومة صغيرة. اليوم اول فيديو لي راح يكون على الابيكسوكتومي، راح نسولف بي وطبعا الشرح كله والبرزنتيشن هو على ملازم جامعة بغداد مثل ما قلتولي. يقول لي انه الانفلاميشن اوف ذا بالب اند سيبتيك نكروسيس، خلونا نتفق انه انا عندي نوعين من النكروسيس، يكون سيبتيك وسترالايز. اوكي، السيبتيك نكروسيس اوف ذا دنتال بالب مين يجي؟ يجي اما من الكاريز ليجن بنتريشن ذا بالب تشامبر، انه كاريز صاير عندي واخترق لي البالب تشامبر، او فراكتشر اوف ذا توث كراون، او انه صاير كسر بالكراون مال التوث، او دنتال بالب اكسبوجر ديورين كافيتي بريبريشن. يعني احنا مثلا عندنا اشتغل كلاس 2 وطبينا دي وسوينا بالنتريشن، بينما السترالايز نكروسيس يجيني نتيجه ثيرمال اريتيشن، يعني تهيج حراري، تهيج كيميائي او تروما للتوث. اوكي، وممكن الاسترالاي ممكن انه يتحول سيبتيك او انفكتد نكروسيس بسبب شنو؟ انه المايكرو اورجانيزم راح تدخل عن طريق الفين او عن طريق الليمفاتيك الوين يعني للبريودينشيوم، وتصير عندي صار عندي سيبتيك. اوكي، بعدين نقول لي the infected necrosis bulb tissue will produce periapical irritation، مثل ما احنا هي هذا نشوف انه انا عندي ال infected necrosis bulb ممكن يسبب لي تهيج بالبريابيكال من خلال منه؟ من خلال ابيكال فورامين. اوكي، بما انه احنا قلنا انه الاسترالاي نكروسيس ممكن يصير سيبتيك او انفكتد نكروسيس نتيجة المايكرو اورجانيزم، لازم نعرف انه اذا المايكرو اورجانيزم ماتي كانت ضعيفة قوية ايش راح يسبب لي؟ اكيوت انفكشن. بينما اذا ماتي المايكرو اورجانيزم كانت مو مؤذية او الهوست عنده جود ديفنس ميكانيزم، يعني آلية دفاع جيدة، راح يسوي لي كورونيك انفكشن. بس لازم اخلي ببالي انه حالة هاي اي انفلاميشن بالدنيا اذا هو كورونيك ومعالج راح يتحول اكيوت. زين، الكورونيك بري ابيكال ليجن شلون يظهر؟ على شكل شنو؟ على شكل ابسس 12% العفو، وجرانيولوما 73، وعلى شكل سيست 9، وعلى شكل بوكي سيست 6%. اوكي، يبقى هسه احنا ايش راح نحكي؟ راح نحكي انه شنو هي البري اوبراتيف، شنو هي الاشياء اللي اسويهن قبل ما ابدي الشغل مالتي، قبل ما ابدي البروسيجر. اول شيء اللي هي دنتال هيستوري، اللي هو دنتال هيستوري نعرفه احنا وليش اجيت وشنو اخر شيء سويته وهالامور كلهم. اوكي، بعد الميديكال هيستوري، شنو حالته الصحيه العامه للبيشنت وهالامور. كلينيكال اكزامينيشن اللي يشمل لي الاكسترا اورال، اللي هي انا راح اشوف الليمف نويد واشوف مظهرها العام وهالامور، والانترا اورال راح اشوف كل التيشيو الداخليه. بينما نجي على اخر شيء الراديوغراف اكزامينيشن، الراديوغراف اكزامينيشن يعني انا راح اسوي له اشعه. بما انه احنا سولفنا على الاكس راي وقلنا هاي من الاشياء اللي لازم اسويها قبل ما ابدي البروسيجر مالتي، فهنا شو يقول لي؟ الانترا اورال بري ابيكال اكس راي فيلم او اكسترا اورال بانوراما راديوغراف اللي هي الاو بي جي لازم اني اخذها، لان هاي تسوي لي ايفالييتد، قيم لي السايز والاكستنشن اوف ذا بري ابيكال ليجن، ذا كونديشن اوف ذا روت، حاله الروت اذا كان روت كانال تريتمنت يعني بي اندو، بحاله اذا روت كيرفد او ستريت همين راح اشوفها اني بالاشعه. بعد اذا اكو اي جسم غريب داخل البري ابيكال اريا، الاكستنشن مال ليجن اللي وين واصل للادجيسنت روت او الفايتال ستراكشر، يعني واصل لي مثلا النيرف ممكن او شيء، هاي كلها راح تشوفني ياها من هي الاكس راي. بعد ان اكيوت بري ابيكال ابسس ذا اكس راي فيلم ريفير ذا سلايتلي اور نون ايفيدنس اوف بري ابيكال راديولوسنسي، يعني شنو؟ بحاله انه اني الاكيوت بري ابيكال لازم اعرف انه اني بالاكس بري ابيكال اكس راي اني ما راح اشوف اي راديولوسنسي، يعني ماكو ايفيدنس على البري ابيكال ليجن. اوكي، بالكورونيك انه اني ايش راح اشوف؟ راح اشوف بريك ان لامنا ديورا، انه متكسره اللامنا ديورا والريجولر بي ابيكال راديولوسنسي. اوكي، بعد ان جرانولوما اند بري ابيكال سيز ذير از
also loose of lamina dura, انه راح اشوف loose باللامينا دورا يعني اني شلون نقول انه فاقدتها هواي فاقده من عندها تمام. And the apex surrounded by rounded radiolucency, والابيكس مال root او مال tooth انه راح تكون محاطه بشنو بريديولوسنسي. وممكن sometimes there is a radio or big line انه انا راح اشوف خط يكون معتم يحيط لي بالريديولوسنسي اريا يعني بالسيستيك ليجن. اوكي هذني كلش مهمات انه نعرف اني بكل ابسيس بالاشعه اشوف حتى خاف تجينا بالام سي كيو احنا نعرفها تمام. بعد ما حكينا على الاكس راي لازم اكو فد معلومات صغيرونه انه نعرفها. بعض الاحيان البري ابيكال ليجن يكون لارج بس ما يشوفني ايفيدنس على البون ديستراكشن يعني ما يشوف لي تهشم او تدمر بالبون. ليش؟ لان اني تهشم والتدمير ما يظهر لي بالاكس راي الا من يوصل للكورتيكال بون. اوكي هسه نجي عليه نحكي على التريتمنت. اول شيء الاكزو بحاله انه ان ريستابل توث يعني ما اقدر اسوي له ريستوريشن غير قابل للترميم فاني اكزس. ثاني شيء الاندو اني اسوي له روت كانال ثيرابي اذا كان هو ريستورابل يعني اني اقدر اسوي له حشوه مو متهشم ومنتهي وكل شيء ما اقدر يعني. اوكي بعد شيء يقول لي انه بعض الادله تقول انه اذا اكو سمول بري ابيكال ليجن انه ممكن يختفي اذا سويت روت كانال تريتمنت ناجح. اوكي بينما اذا كان عندي كورونيك بري ابيكال انفلاميشن هذا يعني كورونيك يعني مثل ما نقول شلون يعني قوي فبهالحاله انه لا يعني مو سمول هذا ممكن يتفاقم ويصير عندي بعدين اكيوت يتحول فهذا لا ما افكر به. بعد يقول لي the treatment of acute phase اذا بحاله انه اني دا جيت دا اسوي اندو التوث بي بري ابيكال ليجن وهو بحاله الاكيوت مو الكورونيك يعني اتعس مرحله يعني ما اصل لاست ستيج بهالحاله شنو راح يكون عندي العلاج؟ راح اسوي له شنو دراينج يعني افتح اكسس اوبننج ويوزنج والبلب تشامبر يوزنج ريمر او فايل وافتح واصرف يعني اطلع اخلي كل الاشياء والابسسات وهالسوالف تطلع. اوكي واذا كان شفت انه هذا الشيء الدرينج العادي الروتيني انديكيتد ما كافي فاني لازم اسوي انسجن بالسوفت تيشو يعني اسوي فتحه بالسوفت تيشو سواء انترا اورالي او اكسترا اورالي وخلي الابسس يطلع وانطي انتيبايوتيك وانالجيسك للبيشنت بحاله انه كان يحتاج. اوكي اكيد يعني ومو قلنا ورا ما اني سويت هاي الدرينج وهالسوالف اني وراها اقرر انه اني اسوي له روت كانال تريتمنت لو اكزيز لو اسوي له ابيكسكتومي حسب انه اني لان ممكن انه اني ورا ما سويت درينج وهاي تنحل المشكله والامور كلش طبيعيه تمام. بعد هنا شي يقول لي in some case the failure of root canal treatment انه اني ممكن بعض الحالات يكون عندي فشل بالروت كانال تريتمنت او يصير عندي عوائق انه اني ما اقدر اسوي الروت كانال تريتمنت لهذا انه اني ايش اسوي we must do endodontic surgery اللي اسوي endodontic surgery اللي هي شنية الابيكسكتومي او البري ابيكال كورتاج. البري ابيكال كورتاج مين انه انا شراح اسوي شنية هاي العملية هي انه اني اشيل الباثولوجيكال ليجن present in the بري ابيكال region using cortage or excavator. الابيكسكتومي مين شنو انه اني راح اقص او اقطع 3 مليم من الروت ابيكس تمام تمام زين السهل لي الكومليت كورتاج اوف ذا باثولوجيكال ليجن بريزنت ان ذا بري ابيكال اري يعني اني ليش دا اسوي انه اقصقص الابيكس. اوكي اسهل عمليه الكورتاج. ثاني شيء ريموف اوف ذا ابيكال اكسسوري كانال اشيل الابيكال اكسسوري كانال. بعد انه اني ك
كدينتست أو كأوبريتر راح أقدر أتأكد وأشيك إنه الأبيكال إند أوف ذا روت كانال إز إنه يعني سيل مالتها السيلر كلش تمام. ذات نوت شورت تو ماتش فور روت لينث، يعني أني ما راح يعني راح أخلي العظم بعده يعطي سبورت للتوث وما راح أقصر هواي من طول الروت. تمام. والأبيكسكتومي بي نوعين اللي هي الكونفينشيال أو الأورثوغرايد والريتروغرايد. أوكي الانديكيشن راح ناخذ مال ريتروغرايد ومال كونفينشيال. أول شيء الكونفينشيال أول انديكيشن إلى إذا كان عندي سيفيرلي كيرفد روت أبيكس، يعني الروت منحني لحد ما الله قايلة، بس في هالحالة إنه أني لازم أسوي له أبيكسكتومي كونفينشيال. ثاني سبب إذا كان عندي الدرينج مستمر، يعني أني فتحت بس continuous drainage from preapical cyst، بالتالي إنه أني ما راح أقدر أحصل سيلر جيد، يعني ما أقدر أسوي أبيكال سيل، فأني أحسن لي أسوي conventional أبيكسكتومي. ثالث indication إلي إذا كان عندي perforation بالروت by wrong instrumenting technique، يعني أنا طلعت صفح بيه وزرفته. أوكي هذا همين من indication مالته. رابع indication إلي إذا كان عندي fracture بالapical third of the root which when removed will leave a sufficient length of the remaining root to support the tooth. إذا كان عندي كسر بالapical third وإذا شلته راح إنه يسوي، يعني شلون نقول، هو أني مكسور فأني already هو أصلاً صار عندي أبيكسكتومي. إذا شلته لازم يكون عندي إنه طول الباقي مع التوث إنه مناسب أو كافي يدعم التوث، يعني يدعم التوث الباقي، فأني هنا هو أصلاً conventional أبيكسكتومي. تمام. خامس indication إلي إذا كان عندي incomplete formed roots والأبيكس مات مو كلوز بسبب تروما أو أي شيء ثاني، فهنا indication. سادس indication إلي إذا البيشنت cannot come، ما يقدر يجيني many visit، ويريد كل شيء بone visit وأني ما أقدر أسوي له one visit root canal treatment، فيكون indication conventional. الانديكيشن للريتروغرايد ابيكسكتومي هي شنية؟ اول شيء اذا الروت كانال ما اقدر انظفها بطريقة كافية وما اقدر احشيها، الاسباب اول شيء present of bulb stone، اذا كان عندي bulb stone او بسبب classified canal انه هي متكلسة او بسبب انه اني ما اقدر اوصل الغوتابيركة، ممكن تكون يعني بندام هي اصلا قلنا انه بيها ستون وهالسوالف فما اقدر افوت الغوتابيركة، او انه سن المصاب بي كراون او بريدج، او انه هاي اول شيء. ثاني شيء اذا انه انا سويت له روت كانال تريتمنت بس انه هو بقى عنده الم، بقى انكمفورتبل، يعني ما مرتاح وما صار مشفى عندي السمول سيست او هاي الامور بعد ما سويت له روت كانال تريتمنت، فهذا يكون انديكيتد المن للريتروغرايد. بعد ثالث نقطة اللي هي انه اني limited of mouth opening، يعني البيشنت ماتي الماوث كلش صغير وما يقدر او ما يقدر يفتحه هواي، ممكن يكون عنده مشكلة بتي ام جي او هيجي شي، فاني هنا لازم شي اسوي لي يكون indicated للretrograde apicectomy. تمام. هسه نجي على الكونترا انديكيشن. هاي الكونترا انديكيشن تابعه للكونفينشنال والريتروغرايد. اوكي اول شيء بريزنت اوف اكيوت انفكشن، بحاله اني عندي اكيوت انفكشن هذا كونترا انديكيشن. اذا توث بموبيليتي جريد 2 اللي هي اكثر من 2 مليم وبعد وعده بسبب انه بريودنتايتس وهذني الامور، فهنا ما اسب يكون عندي كونترا انديكيشن، لان هنا دي يكون عندي شنو السبورت من العظم مو كافي، فاني من اجي يعني فوق ما هو السبورت مال العظم مو كافي الى اصلا دي يتحرك واني اجي اسوي ابيكسكتومي، بعد ايش راح يصير عندي؟ يعني الموضوع كلش راح يسوء. تمام. بعد عندي النقطة الثالثة بالكونترا انديكيشن هي شنية؟ إذا كان عندي unrestorable badly carious tooth or deeply fracture under the gingiva، يعني إذا كان غير قابل للإصلاح أو غير قابل للترميم التوث
واصلا بي فراكتشر حتى واصل جوه الجنجيفا، فهذا كونترا انديكيتد. رابع شيء اذا كان عندي العمليه الجراحيه ممكن راح تسبب لي تروما للادجيسنت تيث او للفايتال ستراكشر مثل النيرف او ساينس او غيرها، فهنا هذا راح يكون كونترا انديكيشن. وبعد اذا كان المريض هو ميديكالي يعني عنده امراض. طبعا انا عبرت البروسيجر لان يعني حتى اذا اشرحها راح كل شويه اخذ وقت، واوريدي انا اعرف انا يعني كنت طالبه فاعرف هالامور، انتم راح تقروا بس اذا اردتوا فدزوا لي، انا راح احط لكم معي طبعا اني المهم راح احط لكم معرفي وراح يعني مال انستغرام او هنا بالتعليقات تكتبون، وما ادري ايش دا اسحق بس ما عيد. وقولوا لي اذا احتاجيتوا انه اشرحها فاني اسجلكم يا فويس على حده. هسه نجي على البرنسيبل اوف ذا ايدل فلاب. اول شيء انه لازم تكون البيس مالتها عريضه وفور جود بلاد سبلاي، تمام. بعد انه الانسيجن لازم يشبيه لازم يشمل لي الانتر دنتال بابيلا ان فري جنجيفا فلاب تايب، بحاله انه اني دا اخذ الفلاب اللي يكون موجود بالفري جنجيفا، تمام. بعد شنو ذا سايز اوف ذا فلاب شود بي لارج انف فور جود اكسس اند نو تنشن اون ذا اون it during reflected to avoid flap. اي يعني شنو يعني انه لازم يكون الحجم مال الفلاب ماتي مو كلش صغير ولا كلش كبير، لازم يكون كبير بما فيه الكفايه حتى انه اني اقدر اوصل ومن اسوي ريتراكشن ما اجر حيل وراح يصير عندي فتشي عكسي وصير نكروسز وهالامور. الانسيجن لازم يكون اسويه فتشي شاربلي يعني فتشي حاد يكون عمودي على سطح العظم، ولازم انه يشمل لي كل الميوكو بروستيا، تمام. ميوكو من بروك المهم ميوكو. اخر شيء الفلاب لازم بعد شنو بي الفلاب لازم اكستندينج يعني يمتد على طول العظم بحيث انه so the flab edge will be supported by يعني بحيث تكون حافات الفلاب مدعومه او مسنوده بالعظم. باي ذا واي انا تعبت وجيت هواي اسحق والدنيا ليل ورأدا انتظر السحور، فتو يعني راح تغلسون على سحقاتي، تمام وما عيد راح تعبروا لي ليل. هسه نجي نحكي على الصعوبة بالابيكسكتومي مال ابر تيث. اول شيء يقول لي انه الابيكسكتومي مال ابر انتيرير تيث هو ايزي بسبب انه اني انه اوصل للروت ابيكس بسهولة، بس لازم اعرف انه الروت ابيكس مال ابر لترال انسايزر، ركزوا وياي الروت ابيكس مال ابر لترال انسايزر وين الدايركشن مالته سلايتلي بليتر. هاي خلصنا منها. ثاني شيء الابيكسكتومي مال ابر بريمولر للروتين اني اقدر احصله انه اسوي بوكل ابروتش، تمام. يعني من خلال انه بوكل ابروتش اني اقدر اوصل للروتين. شي يقول لي it is necessary انه اني من الضروري اضحي بطول اكبر من الجذر، يعني شنو يعني greater length of the buccal root to provide access the palatal، يعني اني راح اضحي بطول شوية من البوكال روت حتى اقدر اوصل للباليتال روت، تمام. وانه اني small perforation of the maxillary sinus ممكن اذا سويت عندي يعني فد شق صغيروني بالمكسيلاري ساينس ممبرين اقدر اغلس عليه، تمام اتجاهله. ثالث نقطه راح نجي نحكي عليها من فيرست مولر. الفيرست مولر شو يقول لي انه هو اذا كان ممكن فمن الافضل انه اسوي روت كانال تريتمنت بالكونفنشنال التقليديه، يعني خاصه الباليتال روت، واسوي ابيكسكتومي للبوكال روت، والاكسس لازم اجي من البوكال ابروتش يعني حاله حال بريمولر، هم يعني اذا صار عندي فد شق بالساينس اقدر اغلس. هسه نجي نحكي على الصعوبات باللور. اول شيء اللور انسايزر ار سلايتلي ديفيكلت دان ابر، ليش؟ لانه الروتات انه تكون شويه ديب لينجوالي بالبون، يعني من اللينجوال سيرفيس تكون ديب بالبون، فلهذا انه الفيجن والاكسس مالتها يكون محدود ليميتد. اللور بريمولر انه همين تكون هي
deeply placed in the dense bone and the present of the mental nerve limited access. وبسبب وجود المنتال نيرف أنا الوصول ماتي راح يكون محدود. ثالث صعوبة إنه هي شنية. إذا نحكي على first molar is difficult because the difficult access إنه بصعوبة أوصله. The thickness of the بسبب إنه thickness مال بوكال كورتيكال بليت بالالفيولاس والبوكولينجوال ويث اوف ذا روت همين هاي وبسبب بعد وجود الانفيرر الفيولر نيرف. ذني كل الاسباب تخلي لي من الصعوبه انه اقدر اسوي ابيكسكتومي لللور فيرست مولر. اوكي هسه راح نجي نسولف على الاندودونتيك مايكرو سيرجري. شنو هي الادفانتج مالتها مقارنه بالتقليديه التراديشنال؟ اول شيء انه the surgical field can't be inspected at high magnification so that small but important anatomical details راح اشوف اللي هي lateral canal. يعني انه اني من يكون عندي مفتوح انه راح اشوف كل التفاصيل الدقيقه اللي صغيرونه مثل accessory canal lateral canal وغيرها. ثاني شيء انه انا remove of pathological tissue اقدر اشيل pathological tissue تماما لان انا تحت magnification تحت قوة تكبير عالية. بعد انه انا راح اقدر اميز بين العظم وبين الروت تيب اقدر اميز بين البون وبين الروت تيب easily لان انا تحت magnification عالي. وخاصة إذا استخدمت المثلين بلو ستين ممكن هاي تجي MCQ المثلين بلو ستين شنو استفاد من عندها. رابع نقطة إنه أنا من هاي magnification عندي الأوستيوتومي كان بي ميد سمو إنه يعني ممكن أقطع العظم قطع صغيرة قدر الإمكان ويعني مو يعني أقطع يعني شلون نقول يعني ما أعرف شلون أوصلكم إياها هي بالإنجليزي تمام. فبالتالي إنه faster healing و least post operative discomfort لأن أنا كل شيء شوية أخذت ما يحتاج أخذ هواي. بعد إنه sectional angle ماتي راح تكون من 0 إلى 10 بالتالي إنه أنا راح أقدر أحافظ على طول الجذر. بعد الشغلة زيانة عندي إنه أنا combined with the microscope بدام عندي مايكروسكوب عندي ultrasonic instrument اللي هي الروتري وغيرها ما الأشياءات مع الإندو فأني أقدر أحافظ على وأسوي root end filling بطريقة كلش professional وأقدر أحافظ على the mechanical biological principle of endodontic surgery. أوكي بعد انه اني اقلل من الفيزيكال ستريس اثناء من اني داستخدم الماكروسكوب لان انا ما راح احتاج انه اضل شلون نقول على التوقع لان انا كل شيء دا اشوف. بعد راح اقلل من عدد الراديوغراف اللي اخذها. بعد انه ممكن اسجلها كفيديو ريكورد واسوي بها برزنتيشن وعلم الطلاب وهالامورات. هيك نكون خلصنا وإن شاء الله استفاديتوا وسوري إذا أي شيء أنا عبرته أو أي شيء ما يوصل ما قدرت أفهمكم إياه لأن بالأخير إنه أنا مصار دي هواية متخرجة يعني أنا حالي من حالكم. أو أي شيء أي استفسار تقدرون تراسلوني على إنستغرام وإن شاء الله ما قصروا وياكم.